واش لي الرباع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الاسبوعي من جمعه قيسر بريمستات، واللي ما عرفاش كاينه في المملكه المغربيه هذه الخيرات التنوري والجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى في المملكه المغربيه، وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا، ايلا ترجعنا بنات ولاد بالتاريخ 15/3/2024 الخيرات التنوري والجميع المشاهدين. شحال سيدي احمد؟ هادي 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 لي 376. احمد راه معلم، ابوه كان يبيع ويشري في الدروبه الكزاريه. شحال في احمد؟ عطيت مرباح ابوك. اصبر، شحال عطيتي مر قارون؟ واش عطيتي مرباح؟ باغي تهاوشهم كيف الطماطيشه غاليه ما عطيتي. شحال في احمد؟ شحال في 80 درهم الزيت؟ والله 16100 درهم. والتسيير هذاك راه معلم، هذاك صاحبي ساهل. وسولي سولي. تسيير الله يرضي. وسولي. الله يرضي عليك. قلب عليا قلب عليا قلب عليا. قلب عليا قلب عليا. اش كان قول لي سي. واحمد. نتفرج فيه. ودرت فيه السين ودرت فيه قلوبه. والله العظيم. شحال هادي يا سيدي؟ 304. وبشحال غادي يكون اللحم اليوم؟ اللحم عطاونا فيه 15/40. فهمت المليح؟ رشيد. والدرية فين الشارع عندك في هادي؟ هكاك ولا الكيلو؟ الكيلو ديال هذاك عندي هنا راه هو. خويا. شحال هادي اللي حداك؟ 500 جوجيت. أقول مليون وخمس. سولنا احنا باغيين الفلوس. فلوس 6 وانا وجيت عندك. انا 6 الفلوس وجيت. اكسيبتكم هادي. تجيتي على الفلوس. الفلوس انا 6 وجيت عندك. يلا الزيتون يا هاي. هادي بشحال؟ شحال هذا الحسن؟ هادي 65. قالوا بزاف باش تسمع. لا راه مسموع. 65. 13250. وهاد الدرويشه؟ هذه 45. وانت فاتك 500 اللي قلت. ايوا اللي فاتني راه اللي عطاونا. انت خاطير انت. كرش بلاد الوعد. وما حد يزيد. ديالو هذه تهي ديالو. كل شيء تاع. شحال؟ 300. الدروبه كيسالي انت شريت ولا باقي؟ ما عندي ما نقول. وقال اليوم راه السوق غالي. السوق غالي. واني ما نخافش عليكم انتوما. 15000 تاع الدرهم. سيروا على الله سيروا على الله. انت بيع وبارك الطريق اللي لقى. لا ما بيعهاش. انت ما ديتيش انت؟ خدام معاك؟ اللي بغيتي فيها؟ اللي بغينا فيها. واش عطوك؟ عطونا 40. وكاع 20000 بغيتي تزيدها؟ اييه. دوري ما شريتش اليوم؟ لا. دير هنا يا خويا. السوق نشوفوا السوق. بعتي؟ ها؟ بعتي؟ مبيعين مشارين. اها. نجيبوا شهيد بهيجمة احنا دخلنا نشوفوا السوق اللي بيع. اليوم السوق السلعة موجود. السلعة غالية. وين السلعة موجود؟ الحمد لله. شحال الباترون؟ شحال هاد؟ هادي خويا 380. اللي بغيتوا فيها؟ عارفينها 380. ها ها كاين ثمن؟ ايوا انت قلتي ايوا هذا راه يتسنى في جوج جبلين تاوكا يتسنى في جوج جبلين ويكون خير شعر. اه انا بغا يبيعوا لي وبيع الحاج محمد والحاج محمد وبيع تعال تعال تشوف فيهم 540 باش مخودي انت شاريهم اليوم؟ ايه نعم.
عطاوك شهير؟ عطاونا فيهم 6000 شوفي باقي ما شدتش مسكين عبد الرسول تيقول باقي ما شدتش عطاونا 6000 الدريم عطاوني 6000 انا باقي ما شدت حاجه مدينه ديما حنا في جمعة كيسر الخيرات تاع الدروبة الكيسارية تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان أهلا بكم. السلعة موجودة واللي تيقولوا الثمن كاين في جمعة كيسر في الدروبة الكيسارية. هاد الخيرات ديما نوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. خير موجود في جمعة كيسر وين الثمن تيقول شحال الحب اليوم الحب 17 17 17 ربيع في جمعة كيسر يقلم الولاد السندو هادي نتاعي هادي ب 70 قال جوج مالها شحال فيها شحال فيها فيها 70 مالها جيفة قلب والله ما تفوتها والحجابي اسمح لي يا عم سير مليون و70 مليون و70 وكان تدخل 900 كيلو ما حطيت لي بين 90 و 80 دير لي حتى 80 بزاف ها؟ بزاف شحال هذيا ب 50 73 قال جوج 56 مليون و56 شارية تاتا؟ لا ديال بشعير لو كي دير السوق لي؟ السوق راه 16 شحال؟ 16 أصطاد أصطاد شتي يقول لي قلت لي أصطاد الدرجة فوت عليا شحال أولي جوج قال 20 جوج قال 20 دروبة كيسارية مليحة وبيعوا وانا ما ستة واحد يفرج الله يفرج شديتي ليه جوج قال 20 قال لي جوج اضربه زينه اضربه زينه فصله بلجيكيه هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان موليها غير كسابة غير كسابة انتوما ياك كسابة في جمعة كيسر ضروبة مليحة كي تشوفوا معنا تم ديها عادل والحاج يوسف وتسمو محمد تاتا شحال اخويا بس 380 اللي بغيتو فيها انا فيها بغيتو فيها تشوف بيع الحاج يوسف بيع الحاج يوسف دروب الكيساري شاري فيها الكسارة تعجب الكسر احبابي اخويا شارع المعلم مصطفى والحاج علي اللي ساكن في الزنقه ياك شارع الشوكه ابن مقاود عيل لي الشوكه ياك اهلا الحاج كبير كي داير بخير حتى مرفقي بن صالح وراجل صاحبنا ويبيعوا شري في الدروبه الكزاريه ومعروف في تادلا لا تادلا ولا في بن صالح ولا السبت ولا الدمع ايوه ولا السوق اليوم كي داير السوق اللي فات 15% الحمل منيح فات 15% صدر لي سلعه اش هادشي تتقول؟ يوم كنت في السوق 380 شحال فيها؟ 220 فيها صح شحال فيها 20 30 فات 15% ما فيهاش 50 لا ما كاينش وين عاد؟ حطيت لها صح من 50 لا لا السوق غالي